شوفوا غادي نوريكم الواليد والوالده وداك الشيء. نوريكم العائله كامله. عطيتها انت. شوف شوف على الشيخ بكرسي او ثاني. صافي. واش مخلي بنتك في الشمس؟ روعه روعه. والله ثاني اللي ذبحت سير. وناري. والناس راه علي اللي ذبح. توفيق. صاحبي غنشخشخ ديال مو داك التيليو. ايوا. شوف شوف شنو دار لي شوف. خلي دار بوك صح. لا في الليل ما كنعش خدام. صح. وهذه مسعد الوالده. الله في الذبيحه ولا لا؟ يا واش انا فامي صافي عليكم هاني نكتم لكم كاملين كاملين شكونوا بخير وعلى خير. بغيت نقول لكم عشان مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي بزاف قالوا لي ديرو اللي هو الفلوق ديال نهار العيد عندك هذوك يهربوا كيف اللي غينقز من الحيط. المهم بغيت نقول لكم مبروك العيد يعني غنحط الفيديو نهار ثاني عيد وبغيت نقول لكم مبروك العيد. الله يخليك عليش وغادي زيت الشرج. لا ما تخافيش. المهم المهم مريم تحدى دابا حنا حتى عندنا ثلاث الحوالات تبارك الله. عندنا الحولي الاول عندنا جوج ديالنا ودار اختي. عندنا جوج ديالنا وجوج ديالنا وواحد ديال اختي. الوالد غيذبح واحد وانا غنذبح واحد تشالنج. انا شوفوا دابا حسبونا هنا بعيدين بحبلي واحد حبلي الاخر خرفص يدير بوجه. لا لا شوفوا دابا انا غنذبح هاد العام. ملي كتقدر صافا تعذبوا. لا لا ما نعذبوش ولا نتوما غتشوفوا الذبيحه ليك الله الحولي اللي غيذبح. ولكن الحولي الاول غيذبحوا الوالد. الحولي الاول اللي هو الضحيه غيذبحوا الوالد. الثاني غنذبحوا انا والاخر غيذبحوا راجل. قالت لي مريم شافيها فيها مسكينه تعذب. عرفتي مريم قالت لك بادي اليوم ماكياج. لا لا بصح كون كانوا زعما بايضين وجوهم بايضين كنت بغيت نعكر لهم وقاد لهم ساعه وما درت ماكياج راسي. المهم راه هذا هو اللي غادي نذبح. ها هو جيب لي كلينكس ما تمسح لي خنونة. شوفوا راه الحولي الاول ذبحناه ولكن دابا حيت ما كنتش ناوي ندير فلوك داكشي علاش ما صورتش لكم يعني ما دويتش لكم الاول. شوفوا سكتينا غنخلي لكم واحد اللقطات ديال الحولي الاول اللي الحولي الاول اللي تذبح. دابا باقيين جوج هذه اللي غيتذبح دابا غادي غنذبحوا. المهم اول عام غادي نذبح ما عرفت كيفاش غادي يكون الاحساس ديالي ولكن صافي مهما ذبحت هذا العام غنبقى نذبح الاعوام كاملين. شوفوا راه الحولي الاول والضحيه يعني ذبحوا الوالد هذا غادي نتعلم فيه انا وصافي حيت اصلا باقي صغير وداك الشيء بيس. ديال الروعه ديك الحولي الصغير الحقر عليه. شوفوا اي دابا اختي واقفه حتى الباس ما سمعش غندير لها. والحولي ديال اختي حتى هو حولي ديال اختي الكبيره حتى هو انا اللي غادي نذبحو. الحولي ديال اختي او تو غندبحو. اي اختي اش نوريك اختي. اي اختي بركي الناس العيد بركي الناس العيد. مبروك عواشركم تعيدوا تعاودوا الحولي ما تقيسوش. اي فوالا انا شديت لكم دابا السيلفي دابا عاود ذبحنا الثاني الفيديو الثاني ذبحنا دابا عاود الحولي الثاني ما قدرناش عاود نشدو لكم عارفين الدراري الصغار ما خاصهمش يشوفوا الدم وداكشي ما عليناش. دابا باقي الحولي الثالث اللي هو الصغير اللي هو عالي قال لكم غيذبحوا غادي ندير لكم فيديو عالي كيذبح مي غادي ندرقوا يعني فهمتوا غادي ندرقوا الذبيحه باش ما يشوفوش الدراري الصغار وداكشي. المهم شوفوا الفيديو الجاي ويا ربي السلام. ما عرفتش كيفاش غادي يرجع الحولي هذا الله اعلم. المهم دابا عاود كي داك الحولي الثاني كيسلخوا فيه. دابا الحاجه اللي غتكون اكسبسيونيل فهاد الحولي اللي غيذبح عالي كو عالي غادي يذبح الحولي وانا ديك الدواره ديك الكرشه ديال داك الحولي انا اللي غنوصلها. فريمون اول مره غنوصل شي كرشه شي دواره هكا كون كنا غنحاول يعني بحال داك الحولي صغير نسكلف بيه انا وعالي صافي يعني تبغي ياكل منه حتى هذا. المهم غادي نوصل الدواره واخا مع جامي زعما فكرت شي نهار غادي نوصلها ولكن المهم نجربوا. المهم خليكم في الفيديو. وكالعاده عادي ماما المتفرجين عالي سكين كنتعلم ديما مواك هكاك باغي نذبح باقي علي متاكد غادي يذبح. لا حول ولا ليك الله على الحوجي. عرفتوا شنو قلت لكم دابا علي في مشى قسما بالله ما تطيقوني قسما بالله ما تطيقوني في مشى. شوفوا علي فينا هو ها هو خلو باش انا نقول لكم علاش جا لهنا هذا الحول. دابا حنا كندبحوا في السطح الاخر هذا السطح إيه وقف الاخ نقول لك علاش جا يشوف عنقو جاي يشوف مين غيدخل فيا صاحبي جاي يشوف عنقو واش فيه الزغب ولا لا واش غيعذبو في الذبيحه ولا لا. شو كيشادو هذا الناس كان باس حيت نتقابلو مع الشمس نتقابلو مع الشمس فين كالشمس ادوري. هذا هو حولي غادي نذبح من هنا ناري 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 من هنا غندوم مزيان ماشي كاكا كيحس ولا ما عرفتش كيحس ولا ميت ميت والله دابا علي عندك تعذب عافاك لا ما كاينه دوز عليه الزروي عندو
شوي لا عيب لا تبي حمل فيها يعني ما يعذبك الحمد لله دبي عيب يرتاح لا سهل بس شو انت نايشوفه يطيحه هذا اخوه الكبير غير يطيح حاولي شي يطيحه شوفه قرب قرب امرين صافي تقطع لا لا سهل الشي سهل يعني الناس دي بحين تضحية وضحية تضحية تحاولي تحاولي والله تعال شي نعجبش كان صغير لغير الحوال انت اللي شتيها تستعمار ايوا شو اول ذبيحه لي الحمد لله ما عدت حاوله واحد يعني بالنسبه لاول ذبيحه عدت شو ما والو بط رجعت يا ديك الذبيحه يا ديك شوفوا هبطوا لي كومونت قولي كي جاتكم الذبيحه يا ديك شوفوا هذه اللي ذبحت انا راه ماشي تحيه تحيه ذبح له ذبح الوالد انا هذا غير تعلمت فيه بس غير مسكي حياتي شوف هذا نصلخ بيه ويلو شمعي يلا يلا تبقى قد الدوار ياك ايه فوالا احنا جيو شوفوا واحد يتعلم وصار هاسم باقي كي ذبح غير حولي والصغير وغير ذبح نصلخ وما شو في كامس علي علي صافا عيد خليني نسارح يلا ذبحت ياك ذبحتها في يدك المهم بالنسبه للناس اللي شافوا الفيديو الاخير درنا واحد داك القيطون داك الشيء كدرنا قيطون هذيك الطليله غنديروها حتى دابا غنوضو غنبنيو ياك عيان مع الشمس انا كيعجبني تقال مع الشمس ياك عيان لا ماشي مشكل دابا غنبدا دابا غادي نوضو نصايبو الخيمه شوفوا غادي نوريكم الواليد والوالده وداك الشيء نوريكم العائله كامله غادي نوريكم العائله كامله نوريو لكم وانا اللي ذبحت ناري غنقهرنا بها يلا وها هي مريم مطلعه الرحيل ديال الحفله عند الخزانة عند العرس شنو بدي مريم القعدة هي القعدة وباغا تجلس دابا علاش غتجلسي هنا؟ علاش فين غتجلس؟ لا علاش شنو السبب؟ ناكل غنقادو هنا في هاد القنت هذا غتجي زوين بيس انا اللي ذبحت صافي انا والله حتى انا اللي ذبحت وعدتك والله توعدتيني انا اللي ذبحت سهام نعم شوفي روعه روعه والله ثاني اللي ذبحت سيام وناري الناس راه علي اللي ذبح توفيق انا اللي ذبحت وانا عاونتو مشي عند الوالد بابا عبد الله انا اللي ذبحت اشنو لي اي ما بغاش خلي يذبح قهرنا خويا راه انا اللي ذبحت انت اللي ذبحتي صافي عرفناها مريم انا اللي ذبحت عرفتها الناس ناس والناس علي اللي ذبح وعباد الله راني ذبحت هذا واللي يتكى روعه اخبارك اني ذبحت توفيق انا اللي ذبحت احسن واحد هو فينا هو سخون ما كربا منه وا سخونيه يلا خليتي لي غير الرماد والله الا بصح سخون واش حنا دابا عاود كنصوبو في الخيمه وهادي يا حميد واقيلا غيحل شوف شوف انت بقاي تصوري فيها بلا هادشي نحطها في البلوك هادشي هادشي راه خاصك تجي لي تجي خاصك ديري شطاب هاو يجيب الشطاب سمعوا سمعوا اخويا الو فتاح الو شوف راه انا اللي ذبحت ادير لا فيديو اصاحبي دير الفلوق دير الفلوق باش تنعيط ليا ها باش نقولك بلي انا اللي ذبحت قول انت مال ولاد خالتي وقول البنادم شديتين موراني اللي شديتو حتى ذبحتي انت المهم انا اللي ذبحت انا دوزت الجنوي قولها قولها معاك لصحابك وقولها معاك في الخدمه صافي انا غنديرها في مختفون معلم انا اللي ذبحت عباد الله
نذبحك نذبحك قهرتينا. صراحة الذبيحة سهلة، خاصة الواحد يعرف كيفاش يذبح وصافي. وانا شوهتينا ذبحتينا شوهتينا. عاد عبد الله اول انا ذبحت. والله حتى قهرتينا تقدر لي سكين. توفيق انا اللي ذبحت. علاش بقيتي تذبح؟ حنا واحد ندمنا. شوفي حق الله صافي نصاب. اخباركم هاد الكبده الحولي اللي ذبحت؟ مهمتي 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 مهمتي. ديه بيعو ديه بيعو نقص منه وكاع. ما عرفتش طالع لك من المجمر، تاني بان لي نقز. عنقك عنقك. لا. ودابا غنوريكم الكليسه اللي درنا وغنوريكم الفاميلا. هاي الكليسه. بلاتي بلاتي، هذا راجل اختي توفيق، هذه مرته. طاح فوق رجلي اختك عاد الكره طلعت لي فيه. هذا الوليد عبد الله. انا اللي ذبحت صافي رحمنا. انت اللي ذبحت ياك؟ انت ذباح. ها خاص تولي تخاف مني؟ لا في الليل ما كنعش حدا صافي. وهذه مسعد الوليده. الله اكبر. الوليده ادعي دعي هاد الناس كيشوفونا في الانستغرام داي في يوتيوب. ادعي معاهم كاملين باغيين يتزوجوا. مرحبا واشركم كاملين بخير بعدا هانيين. قولي ما قولي مع اللي ذبح. عيدوا تعاودوا ان شاء الله. شوهتيني ذبحت لينا حولين ندمتينا. والله الا اني اللي ذبحت. وين نعس حداك حرام. كملي كملي داك الصواب انا ما عديتش معاه ما قلتوش. ايوا صافي شي اللي كاين. مرحبا واشركم الله يدخل لكم العيد ان شاء الله. الصحه والسلامه والرزق. ولي في قلبه شي امنيه الله يحققها لي. مع هاد الاذان هذا قولوا امين. هاي الشوايه هذا هو الحولي اللي ذبحتي. هذه هي الكبده الحولي اللي ذبحت. الصراحه الذبيحه سهله خاصه الواحد اي زعم. والحاضر يبلغ الغايب. اش قربي قربي قولي عالي ويكم الحولي وانا قهرني. عالي ولي تبع الحولي والحاضر يبلغ. شوف شوف عفوا شوف هبط في الكومنتير وكتبوا علي ولي تبع الحولي المهم هاو عالي ولي تبع الحولي. ناري 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 مريمي والماكلة عشق لا ينتهي. نعم داكشي باقي ما طابش. هذا الطعب ديال الحولي اللي ذبحتي. ها الوالدك تفهمني وليدك تفهمني. عرفتك غتقولها. هذه كل الحولي اللي طيب ديال اللي ذبحت. هاد الزيتون غناكلو مع الحولي اللي ذبحتي. روعه روعه. انا اللي ذبحت. شوف الحولي اللي ذبح. روعه انا اللي ذبحت. وشوفوا دابا تكون شي حدايا تاع صافا الله فيق من الناس. حلال حلال. فخبارك هاد القطيب اللي كتاكل فيه؟ بعد مني الله يرحمني كان ولدي ما بعد مني اصاح. فخبارك هاد القطيب اللي كتاكل فيه؟ الكبده ديالو عالي اللي ذبح الحولي ديالها. انا ريما كاين عطحان. شو وجهك كيدير وانا على وجهي معبس. دو اختينا صاحبي ديري عرفتي علاش ولا صحيح تكلم الحولي ديالي. شوف خرافتك حوليك نحاول نشري انت صافي صافي. والله الا تخويا انا تصرت وكي خويا كيبقى خويا الصغير كيبقى عزيز عليا و اختك اختك نيت. ها شوفوا شوفوا الكياته بلا ما تقرب ليا وجهك صافي ديري يلاه فايق باقي خاسر وكي واخا قال خطيب بينا في هذا الحولي زري خلي دار بوك صح كنقلب لا شي ضربه انا يلاه نقلب شي ضربه واش يجن غيخرج يصمد لك كذا ايوا افتحي وقول لي كيجاك القطيب الحولي اللي ذبحت هو قطيب والله يا ربي اش هاد الغوال عطيتيني شو انا كليت قطيب قدني مالك يا مريم افتح 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 قال لك العيد كيكون فيه المال امال هاد القطبان كاملين ها واحد ها جوج ثلاثة أربعة خمسة امالك على هادشي كامل
عافكم ذوقوا ذوقوا اللي مشوت الغرزونك كارم. شو تك شو تحل حوله قداش لوز بحال اللي كيطيبوا منك. شو تشد الغول هذا تقعد تقعد نوض هو كرزته الا كان غول. شو قداش هذا الغول. صبعي 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 صافي صافي افتح نعيمه نعيمه تفهم محمس نعيمه صافي صافي. شوف شوفوا مريم ولا تفهماني وفهمت قهرتيني. واش مريم واش فراسكم كملي يلا فراس راس يا صاحبي لي احسن حاجه طارت لي شودن طارت لي شودن طارت لي شودن لا طارتك الجبهه. شوف شوف شنو دار لي شوف شو شوف شوف دابا واش هاد الغول كان جبدو هاد دابا اش درت لك دابا باش نمشي انا مشيت عند مالي باش نمشي عليا حق الرب وما تسكت غندير لوليدي طوينكات هنا زينين ديال فيهم هذوك اللؤلؤه ودابا اش درت لك اللي ضاربني هنا كنت بغيت نضربك ساعه حتى مضروب مع الله شو على الدريكه شو ومي صح صح واش اخبارك الغول دابا الا دعيت غير ربحك شوفوا شوفوا على دقه شوفوا واش باينه دعيني وربحني راه كلشي كاين في الفلوق شي دعيني دعيني وربحني نوريك قلت لها باغي تصور ياك عرفتي اش غتصور قول لي احبس قول لي ستوب ستوب عاود قول لي ستوب مره اخرى ما عرفتيش يجيك مره هذا عاود عاود ستوب وكامل شوفوا هو مريم كاملين دايرينها عندهم هاد انا الجامد نيش درت وكاملين غلط دايرينها مالكم ذوقوني ذوقوا شو كاملين دايرينها على الاقل انا واختي بين ان رزقنا انت عندك فورمه ديال الكيدون هذاك يسجلنا تي سكتي ايه 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 بعد من الحولي اللي ذبحت غنكاد واحد من الشمشه صح من بعد ما ذبحنا الحولي غندوزو هاي البقره يلا ريحه صاحبي غنشخشخ ديال مو داك التيلي صافي صافي من بعد ما ذبحنا الحولي غندوزو البقره البقره كتقول لي حمار راه ركنت صاحبي يلا صافي هاك افتحها لقيت بنتك كدور ليا صاحبي مخلي بنتك في الشمس يا صاحبي واه صاحبي في حالاتك الله يرحمك واش مخلي بنتك في الشمس عزيزه انا صاحبي ولد بنديزه عندي لا ولاد ما مجوج ما والو ناس واش انت بنتك يا صاحبي انا نفرق خويا ما عرفناه بول ما عرفناه ما عرفناه غادي هاك بلاتي بلاتي ابي ايش يا صاحبي شوف دابا بغيت نحط لا فيديو في يوتيوب انت غادي نخدم ياك وبلاتي حنا نحطو في يوتيوب شي كلمه الناس اللي كيتفرجوا عادي ادوي وشكرا ما قالوا شكرا صافي تهلا في راسك حتى الله يحفظك غنمشي معاك الخدمة واطلق مني راسك صافي البقرة طاحت مبقاش جديدة بالذبيحة البقرة تهرست البقرة طاحت مبقاش جديدة بالذبيحة راه ضحكي ضحكي عليه ضحكي عليه راه ضحكي ودير طيحة ديال الضربة تماك العباد ها هو مالك طالع مالك صالحة لا قلت مالك طالع والله انت كتقلب عليها عرفت كيدير ضروبة صافي بقرة ودابا خويا مشى دابا عندو الاختي الكبيرة سهام اري الدرية باغي نتصور معاه مشاش لا قرغت هرس ليها اري الدرية راه مريضة ما سوقيش راه مريضة هي اللي قالت لك هضرتي على كلشي اري الدرية باغي نتصور اجا راه اختي لا قرا مريضة اجي انت باغي نتصور معاك كاملة زيد حالتي صافي غبر شوف خرج شوف اش هز عليا خرج خرج بغا يبقاو بوحدنا حنا في السطح خرج خرج يلا خرج يلا صافي صافي ندير الله اللي جراو عليا هاد غيمه دغيمه مريم عطيتك التيسع في هاد اللحظه عطيتها التيسع شوف شوف غنشي لك بكرسي او ثاني صافي طلق طلق ماما باقي ماما تيدير صافي 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 كيسك 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 صافي صافي طلق منها صافي 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 حرام عليك والله حتى حرام عليك الباس الباس الوالده غتجي نوبتك انا غنمشي نختي اجي 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 اه اه هاك البقره نسيت بلي انت خاص تغسل الدواره الدواره ديال الحولي قلت انا غندبح واش غسل الوالده قالت تغسل الدواره برك على خصك باقا صغير داك الشيء
صغيره ويلي كي كدير خلنا عبرت شنو لسانها غتغسلي الدواره غندير الواليده بحال ما دواتش وغتغسلي الدواره هادشي كامل ما حد يحيى ما نغسلهاش هي الركيزه ديال الدار تريح كولورادو بينا كولورادو ما يستر لا مريم صريحه ماشي كولورادو دهنوني ودهنوني حبيبه كندوي ابل فيديو قطع شوف مريم ملي كتسمع سمعوا مريم كدوي معايا سمعوا ملي كتكون داوي ابل فيديو سمع الزين ديالي وي سليمه طك السير ما خليتش الوليده دير دير دابا غادي نعيطوا لفاتي بنت عمي اللي كانت كتبات كانت كتبان معايا انا مريم انا فاتي عالي عالي ماشي مريم عالي الله يحفظك شوفي فاتي نعم اخبارك انا اللي ذبحت الحولي ستاتي في واتساب انستغرام فيسبوك انت بشات لا وغنصيفط لك الفيديو حطيه في ستوري حطيه ستاتي ديال الواتساب وصيفطيه لكاع صحاباتك صافي انت وصفتي في الحسن معلمه كتفهمنا والله يلا صافي يلا قولي لي اش من رودي حيدي محدايا وهضري ذبحتو ساليتو سالينا اختي شوفوا انتوما اللي باغي شي عارس ولا شي حاجه يا ابراهيم انت معايا سيري سيري ما كتعرفش لها المشكله مازال بدا كنخربق بها شويه سيري وعلاش هزها لاباس ندور لك الكاميرا بلاش بلاش ايوا سيري سيري باش خرجت نوط راه صعيبه اسمع ايوا عاوده 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 تبقى تضرب بحال هكا ها ايوا لا لا مي بلاش شوف شوف شوفوا مريم شوفوا شنو مقابله معنا بزاف حيت ما بقيتش فين قلت شوفوا مريم غتبقى تضرب لكم واحد المقطع واني اللي بكى يسمح لي حتى حتى الموسيقى حزينه بزاف يا علي بلا ما نبكوهم خليهم معانا اللي بكى يسمح لينا سيري سيري مريم سمحوا لي الله يرحمك الله سيري 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 سمحوا لينا والله ما ناويش نبكيوكم سيري صوني ضل الباطا كان عصادر بلاتي نشوف انا نشوف انا شوفوني انا اخ انا هذا نخربق بها شوفوا انتم سمعوني انا وقولي واش كنعرف ولا لا شوفوا انا راه دار خربقه هاد الموسيقى هي اللي عارف بعدين اللهم انا ولا مريم انا احسن من مريم واخا عاود لي كنعتذر نقص الصوت ديروا لي زياد راك كتدعبز علاش نقول لك عالي عالي عندك بروبليم واحد حسك باقا تضرب هنا نضربك في الساعه عندك بروبليم واحد انت كتعرف دابا تشدك شي وكيل ما عارفش كيفاش تضرب انا راه لا شد لا والو داركم دارنا وبهذا لا فامي كنكونوا سالين لكم النهار ديال العيد ديالنا وسالين لكم الفلوق ديالنا كنتمنى لكم عجبكم بزاف واخا انا بقى في شوفوا اي عيد كتبقى مني شي حاجه هانتوما العام اللي فات العام اللي فات دو بغيت لك تشد الحولي دوس عليا الوالد على يدي جرب ما بقاش كندير لي فيديو في يوتيوب شوف هاي تبان لكم واحد الضربه هنايا هاي واحد الحله بغى يدوز الوالد دوز لي حتى على يدي وهذا العام جا فيا كرسي هنا مع داك الطبوزي داك الغول صراحه ضربه هنايا هي طويله وسط الشعر ما تتبانش شوفوا ايوا شي مسخوط وكاين حتى لي فمك اخويا طويل انا ما كنجوش فمي طويل لسانك طويل المهم انا فاهم شوفوا كنتمنى لكم يعجبكم الفيديو وما تنساوش كيف ما نقول لكم كيف قال الفيديو بلاتي خليني ندوي مهم عواشر مباركه مسعوده ان شاء الله علي سكوت باش ما نتمنى وصافي كديرها مع ما كديريش معايا انا و سمن العسل المهم عواش مباركه مسعوده ان شاء الله باش ما تتمنوا اي حاجه يعني عندكم في بالكم ان شاء الله تحقوها واللي مات لي شي واحد عيد معاه في العيد اللي فات وهذا العيد ما عيش الله شمن نفاق الله يرحمه ان شاء الله وعيده في الجنه احلى كيف ما تنقولوا واللي عيد معاه شي واحد هذا العيد هذا الله يخليه لي والله يطول يطول لي في عمره وكنبغيكم بزاف المهم انا فامي كنتمنى لكم يعجبكم الفيديو كما قلت لكم ديما في الاخر ما تنساوش تواصلوا معنا على حساب الفيسبوك والانستغرام تما كنخليو التصاور ديالنا واليوميات ديالنا كيفاش كيدوزوا انا وهذه المسطيه هذه المهم انا بصحيح المهم اللي قاعد كرام طلع العقل المهم شوفوا راه ديما كنخلي لكم الفيسبوك هنا في الصوره اللي كتكون موراها ديما كتكون في الاخر اللي كندير لها اغنيتي والانستغرام ما بيكيسولوكش من الاغنيه هذيك اغنيتي هذه الجديده بدابا المهم شوفوا الفيسبوك هنا والانستغرام هنا في التصويره الاخرى تدخلوا تواصلوا معنا تما بلا ميساج ديالكم اقتراحات ديالكم راني كنجاوب كل شيء وكندوي مع كل شيء الا كانوا ميساج بزاف كنبقى كنجاوب في الليل المهم صافي تعاودوا لكم الهضره تهلاو في ريوسكم في ساند لاف بيس تبعها وي وي